الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد اللهم لك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بختم القرآن لك الحمد بالصيام والقيام ولك الحمد أن بلغتنا رمضان ولك الحمد أن بلغتنا آخر رمضان ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة اللهم لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك العظيمة أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهناها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم وتقبل التوبة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما نقول ولك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد أولا لك الحمد ظاهرا لك الحمد باطنا لك الحمد آخرا أنت الرحمن المستعان وعليك التكلان نحمدك بمحامدك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم سبحانك ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
اللهم صل وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عدل فينا قضاؤك ماض فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم واجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم واجعله عن النار مخلصا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك
في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم واسلك بنا سبل أهل السعادة والتقى، وأعذنا من موجبات الخذلان والشقى. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم واجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا. اللهم طهر أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وعيوننا من الخيانة. اللهم واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك بالرسالة، وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، واسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأخواتنا وإخواننا وأقاربنا وأزواجنا وأحبابنا ومشائخنا. اللهم تجاوز عنهم يا كريم، اللهم تجاوز عنهم يا كريم. اللهم واجعلهم وموتى المسلمين في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين، وإلى أعلى درجاتك سابقين. اللهم إنهم عبادك فقراء إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابهم. اللهم من كان منهم محسنا فزده نعيما، ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عنه واغفر ذنبه، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم وارحم أناسا صاموا وقاموا معنا في الأعوام الماضية. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم واجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا،
وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، ولا تصرف وجهك الكريم عنا